مرشح الرئاسة الذي يتهمك بأن لديك ملفا يتعلق باختلاسات تضمنت أكثر من 40 مليون دولار أثناء توليك المسؤولية في الفترة. والله لو أعتقد أن احنا إلى حد ما يعني بالنسبة للدول الأخرى دول القانون دول القانون دول القانون أمام مجلس المحاسبة موجهة إليك من المرشحين الآخرين وعلى رأسهم يوسف الخطيب. كامل ما خدناش.